في فكره في الكوره اسمها فكرن، الركض الوهمي، او بترجمه انيس عبيد ممكن نسميها الاشتغاله، واحده من اهم 5 اسلحه بيستخدمها ريني فايلر مخليها شكل الاهلي ممتاز، وهنشرحها في حلقه النهارده من سبوره في الجول. الفكرن دي معناها ان انا هجري بمنتهى القوه، هجري بمنتهى السرعه لدرجه تاكد لك كمدافع ان انا هدفي ان انا استلم الكوره، وبالتالي تيجي معايا في ارض الملعب وتسيب مكانك فاضي. بمعنى انك لما تشوف الجناح بتاع الاهلي نازل لوسط الملعب بمنتهى السرعه ومنتهى القوه والاهلي بيبني اللعب، هو مش هدفه ان هو يظهر لزميله علشان خاطر يستلم الباص، هو هدفه انه ياخد معايا الباك ليفت، فتفضل المساحه دي تماما. تفضل المساحه دي لمين؟ ممكن تفضل للمهاجم، ممكن ما تفضلش للمهاجم وتفضى للاعب الارتكاز اللي بيزيد. المهم ان الجاريه دي فضت المساحه دي للاعب من لاعبي الاهلي اللي هنرمز لهم باللون الاصفر. طيب هل دي بس الجاريه الوحيده؟ لا، انت ممكن بمنتهى البساطه تجري للعمق. لما الجناح يجري للعمق مره ثانيه بياخد انتباه الراجل ده، او بياخد انتباه الراجل ده. لو اخد انتباه الباك ليفت بتكون النتيجة ان المساحة دي كلها فاضية، فبينزل يستلم فيها لاعب الارتكاز بمنتهى الاريحية، او ياخد انتباه الراجل ده علشان الراجل ده ما يبيعش نفسه، والراجل ده يجري ويفضي المساحة دي تماما للظهير الايمن ان هو ينطلق ويزيد. وده بيحصل كتير جدا، سواء مع احمد فتحي او محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول او محمود وحيد ناحية الشمال. دي الفكرة، القاعدة الأولانية لريني فايلر. إيه القاعدة التانية؟ القاعدة التانية هي بالتأكيد كل الناس واخدة بالها منها، إن الجناح هو دايماً المهاجم رقم 2 في الملعب. بمعنى إن رمضان صبحي مكانه الحقيقي مش دايماً هنا، هو مكانه الحقيقي دايماً هنا، أقرب كتير للجول. ورمضان كان دايماً بينزل يستلم الكرة بعيد علشان خاطر هو مش حاسس إن إمكانياته قوية فيه إن هو يشوط على الجول، على قد ما هو حاسس إن إمكانياته قوية إنه يستلم الكرة في مساحة. لكن في الحقيقة مع ريني فايلر ومع تطور رمضان قدام الجول، رمضان بقى عنده ثقة كبيرة جداً في إن هو يتحرك ياخد الكرة على آخر قطعة، على اللقطة الأخيرة اللي يقدر بسرعته وقوته إن هو يرقص ويشوط أو يفتح الزاوية بتاعة التصويب ويشوط. الحاجة الأكيدة بقى علشان خاطر رمضان صبحي يلاقي مساحة، بنوصل لقاعدة رقم 3 اللي هي ايه؟ اللي هي ان المهاجم ده دوره الاساسي مش بس انه يجيب اجوان، دوره الاساسي ان هو يكون مغناطيس في ارض الملعب. بمعنى ايه مغناطيس؟ بمعنى ان جونيور اجايه على سبيل المثال، لو في الحالة دي رمضان صبحي قطع لجوه، هتلاقي دايما جونيور اجايه محرك نفسه للمنطقة دي. هو جونيور اجايه ممكن ياخد عين الراجل ده فيفضي مساحة رمضان صبحي يخش فيها، او ممكن ياخد عين الراجل ده فالمساحة تفضى اكتر لرمضان صبحي في المنطقة دي، او ما يحصلش دي ولا دي ويبقى هنا فاضي، فيقدر يلعب 1-2 مع رمضان صبحي ينقله لداخل منطقة الجزاء، او الاثنين دول يجيبوا معاهم علي معلول وبالتالي يعملوا كثافة عددية وزيادة تصعب حياة اي خصم. المهم انه انت بتصعب حياة اي خصم بقى، بتوصل للقاعدة اللي بعد كده، ان لاعب الارتكاز ده دوره مش بس ان هو يفضل واقف هنا، ومش بس ان هو يكون ارتكاز في فرقته او يصنع اللعب او يمرر او يحافظ على الكرة، دوره انه دايما يعمل الزيادة العددية لفرقته في الجبهة المعاكسة. بمعنى ان لو احنا عندنا 4 عناصر موجودة هنا، لاعب الارتكاز لازم يكون العنصر اللي عامل قوة للناحية التانية. ليه؟ علشان خاطر لو المدافعين كلهم بتوع الخصم توجهوا على حماية الجبهة اللي فيها كثافة عددية كبيرة، تكون النتيجة ان المكان ده في موقف 2-2 او موقف 1-1، فتكون النتيجة انك دايما اقرب للجول ودايما عندك حلول للباص وحلول للشوط كتير جدا على مرمى الخصم. الحاجة الاخيرة والقاعدة الاخيرة في الكتالوج بتاع ريني فايلر، او اللي ظهر لسه من كتالوج ريني فايلر، ان خط الدفاع، ان ثنائي الدفاع ده لازم يفضل متقدم طول الوقت. ليه لازم يفضل متقدم طول الوقت؟ علشان المساحات ما تبانش كبيرة، وعلشان خاطر مهما حصل من مساحات في ارض الملعب دايما يكون عندك قدرة انك ترتد وتدافع، ما يبقاش عليك انك ترتد كل المشوار ده، لا انت هترتد لحد اخر نقطة واقف فيها قلب الدفاع، وبالتالي دايما خط الدفاع مطلوب منه ان هو يكون موجود هنا. طبعا هي نقط كلها فيها ريسك وكلها فيها مغامرة، دايما المدرب اللي بيخاطر يا اما لما بيكسب بيترفع السما، يا اما لما بيخسر بيدفع فاتورة الريسك بتاعته بشكل مرتفع. لحد دلوقتي ريني فايلر بيكسب، بيطلع السما مع الجماهير، بيبقى عنده رصيد كبير جدا، وبالتأكيد الرصيد ده هيبقى اكتر بكتير جدا لو نجح في انه يكرر فوزه على الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.